الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع دعوته انصار على نهجه الى يوم الدين ونرى بين أحد الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فجعل الله وإياكم خالدين والمسلمين من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فلا شك أن كل واحد منا مسؤول عن حالة الأمة التي وصلت إليها. هذه الحالة من الابتعاد عن وحي الله عز وجل، من تعطيل كتاب الله عز وجل، من تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كل واحد منا مسؤول عنه. نسأل الله عز وجل ألا يلعننا كما لعن من قبلنا بتركهم الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه على الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك من يكون يكيله وشريبه وشريسه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى آخر الآيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنا. وإن من أكبر المنكر تعاني منه البشرية اليوم تعطيل كتاب الله عز وجل في خلق الله على أرض الله. لا يوجد تطبيق كتاب الله في أي بلد من بلدان العالم اليوم، ولذلك البشرية تائهة في كل الميادين. البشرية مفلسة في كل الميادين أخلاقيا اقتصاديا. ماذا أقول؟ ما يعني الآن البشرية يصدق عليها قول القائل مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت والناس فوضى لا تلف بهم إلا على صنم قد هام في صنم مسيطر الفرسي يمضي في رعيته وقيصر من كبر أصم عمي. البشرية لا تحتاج إلى مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، أي مشي هو أناس يقومون بما يقوم به من تبليغ كلام الله للقمة وللقاعدة، للصغير وللكبير، للمرأة وللرجل، للمجتمع المدني.
ولا نخاف من أي كان. أنا لنا أن نكون رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر عمر بن الخطاب قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة هنا أي المفروضة، وزكاة المال وزكاة العمر وزكاة العلم وزكاة المكانة. لك مكانة في قومك، زكي هذه المكانة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنت في منصب من مناصب دولتك وظفه، حتى إذا ذهبت قيل مرة وهذا الأثر فليكن أثرك أثر عذاب، أثر مواطن صالح لا يأكل المال العام، مواطن صالح معروف بالصدع بالحق. الكثير من الناس عرف بالهلع والطمع ومحبة المال، يسكت من أجل المال ويتكلم من أجل المال ويتقرب من أجل المال. أنا لنا أن نسكت من أجل الله، وأن نتكلم من أجل الله، وأن نعطي في سبيل الله، وأن نمنع لله، حتى نكتمل صفات المؤمنين الصادقين. نحن أعطانا الله ما لم يعطي أي دولة من دول العالم من الاقتصاد، لكن أين هذا الاقتصاد؟ لأنه في الحقيقة أصبح يتعاطاه ذلة دولة بين الأغنياء منا، وبقي الفقراء يتآكلون مطحونون، بقي الفقراء مطحونين. فلنتق الله عز وجل ولنعلم أن هذا الأمر لن يدوم أبدا، والحمد لله الذي جعل دوام الحال من المحال. لكن أرجو وأنتم تستمعون إلي أن يكون كل واحد منكم يعلم، وهذا عود على بدء، أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي وفي ذريتي وفي وطني وفي مكانتي التي هو فيها، وفي المجالس التي يجلس فيها، وفي المؤتمرات التي يحضر فيها. أنا لنا أن نتكلم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسم دين الله عز وجل، ونقنع الآخرين، وإلا فنحن مسؤولون عن هذا أمام الله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلا بد إخواني أن نعلم أن جيراننا في وطننا كلنا له جيران، لا يعني الجيران الدولي، ولكن جيراننا كلنا له جيران، فقراء ضعاف حالتهم تبكي، حالتهم مأساوية. يا عبد الله انتبه لجيرانك الذين يبيتون في الخلاء، يا عبد الله انتبه لجيرانك المرضى، يا عبد الله من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، يا عبد الله لا تفضحك هذه الدنيا، الجوع يدفع برغيف يابسي، فعلى ما تطول حسرتي ووساوسي. احرص أخي في الله أن لا تأكل إلا حلالا تكون دعوتك مستجابة، ينجو بدنك بإذن الله من الآفات، يستقيم أولادك على منهاج رب الأرض والسماوات، وإلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه الشرفة. أما بعد أيها الفضلاء، لا بد وأنتم تحضرون في كل جمعة، لا بد أن يكون لكم برنامج مع هذه الجمعات التي تحضرونها وهذه الخطب التي تسمعونها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أن يتكلم أحد أثناء الخطبة، بل قال: من حرك الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ما تمسد هاتفك في أثناء صلاة الجمعة، ولا تحك رأسك، ولا تجعل يدك في جيبك في أثناء الجمعة، ولا تمس أي شيء من جسمك في أثناء الجمعة، لكي تركز وتعلم أنك تذهب من هنا وأنت نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمر بالمعروف أينما حللت وأينما كنت، حتى إذا مت شهد لك الذين كنت تجلس معهم في الاجتماعات، وشهدت لك الأرض والسماوات بأنك كنت على الحق وتسير على الحق، سواء كنت عسكريا أو سواء كنت مدنيا أو سواء كنت في أي وظيفة كنت، بل وحتى ولو كنت إنسانا عاديا معروفا بأنك صادق، وأنك لا تكذب. مشكلتنا الكذب،
مشكلتنا عدم الوضوح مع أنفسنا ومع ربنا، مشكلتنا عدم الحياء من الله عز وجل. يا عباد الله، فلنتقي الله عز وجل في هذا الوطن المعطى، في هذا الوطن، فلنتقي في هذا المجتمع المسلم الضعيف الذي كل أفراده يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلنتقي الله في آهاتهم، ولنتقي الله في شجاعهم، ولنتقي الله في مرضاهم، ولنتكلم باسم أولئك المرضى، ولا نجعل الدنيا خضراء للحكام وأنها بخير، ونحن نعلم ما فيها من الجوع والهلع، وما فيها من الجوع والضعف، وما فيها من الاحتياجات، سواء كانت احتياجات طبية واحتياجات تعليمية واحتياجات ما لا أقول في كل المجالات. بلادنا مفلسة، فلنتقي الله عز وجل في هذا البلد الذي هو أغنى بلد وشعبه أفقر شعب، وهذه ثنائية لا يمكن أن يصدقها عاقل لأنها متضادة جدا، لكنها هي الواقع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلنا، أقول كلنا حتى أنا الذي أتكلم أمامكم، كلنا مسؤول عن هذا، عن هذه الوضعية المزرية، عن ارتفاع هذه الأسعار، وعن جوع هؤلاء الشياع، وعن مشي هؤلاء المرضى إلى السنغال ليتداووا. أي فضيحة أعظم من هذا؟ نفسي مرضانا وأولادنا ليدرسوا في السنغال، ونحن أغنى منها مئات العشرات المرات. لماذا نحتاج إلى المغرب في مأكولاتنا اليومية ووجباتنا النهارية؟ لماذا نحتاج إلى تونسي مرضانا وإلى أي دولة؟ لماذا ونحن أغنى دولة وأغنى بلد؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلنكن مواطنين صالحين، كل واحد منا يقول للظالم يا ظالم اتق الله ولا يخاف إلا الله. إذا لم تقل الأمة للظالم اتق الله فقد تودع منها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبيك وعلى وصحبه. اللهم يا الله، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأن عبيدك بن عبيدك بن عمادك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستلقت به في الغيب عندك، أن تصلي وتسلم على محمد وعلى آل محمد في المزامير والأرحام والتهديدات والعرش، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وشلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا. اللهم ارزقنا حفظه والعمل به عن غيره ولا نهار ترى شركا ماليا ولا اسمع. اللهم اصلحنا واصلح ابناءنا وبناتنا. اللهم اصلحنا واصلح ابناءنا وبناتنا. اللهم اصلحنا واصلح ابناءنا وبناتنا وازواجنا وذرياتنا. اللهم اصلح ولاة امورنا. اللهم اصلح ولاة امورنا يا ربنا يا حي يا قيوم. نسألك أن تصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح بلدنا هذا خاصة بلاد المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا يا رب الأرض والسماء. اللهم لا تدعنا بعافية منتهى شرنا، ولا قربنا بإيمان ولا جوارحنا بطاعة ولا أيدينا بفضلك آمين. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يا رب اللهم